نحكي عن آخر حاجة في محاضرة اليوم اللي هي الكوريليشن وعامل الارتباط أو الارتباط، تمام؟ وبدنا نشوفه على شكل فيجواليزيشن. طبعا معامل الارتباط شو الفكرة الأساسية تبعته؟ إنه أنت بدك تقيس إحصائيا مقدار الارتباط، معامل الارتباط بين متغيرين، معامل الارتباط بين متغيرين. بعد هيك إحنا حناخد لينير ريجريشن. اللينير ريجريشن انفرنشال ستاتستيك، احصاء استنتاجي، لانه انت بدك تستنتج قيمه واي متغير استنادا على قيمه متغير ثاني الاكس. قل لي قيمه الاكس بقول لك قيمه الواي. اما الكوريليشن انت بتشوف مقدار الارتباط بين متغيرين، انت ما بتستنتج متغير بدلالة متغير آخر، أنت بس بتشوف مدى ارتباطهم مع بعض، إذا زاد هذا بيزيد هذا، إذا قل هذا بيقل هذا، أو العكس صحيح. فبالتالي القيمة تبعته إنه بين الماينس واحد والواحد. إذا كانت باتجاه الماينس واحد، يعني على سبيل المثال 0.7 0.8 بالماينس، معنى ذلك إنه في علاقة كوريليشن ولكن وقوية ولكن نيجاتيف، عكسية. إيش معنات عكسية؟ كل ما يزيد متغير بقل المتغير الثاني. أما إذا كانت باتجاه الواحد، تمام، مش بالضرورة تطلع واحد، يعني ممكن تطلع مثلا 0.8 0.9 0.93 على سبيل المثال. معنى ذلك أنه في علاقة ارتباط قوية والعلاقة هذه طردية، معنى ذلك أنه كل ما تزيد هذا المتغير بيزيد المتغير الثاني. إذا كانت باتجاه الصفر، يعني 0.3 0.2 أو بلاش 0.3 0.1 مثلا، ماينس 0.15، فمعنى ذلك انه في علاقة ارتباط ضعيفة. لما تكون صفر معنى ذلك انه ما فيش علاقة ارتباط على الاطلاق. فهلقيت انا في السالب ضعيفة وفي الصفر كويس. في السالب وفي الموجب قوية ولكن عكسية وطردية، اما الصفر ما فيش علاقة ارتباط على الاطلاق، تمام؟ حكيت انا في عندي متغيرين الاكس والواي. هاي الاكس هي عباره عن اي رينج 21، انا عملت يعني مصفوفه القيم تبعتها من 0 ل 20، والواي هي عباره عن، هي عملتها على شكل معادله، انه 5 في 2 مرفوعه للقوه اكس ضرب زائد 2 مضروبه برقم عشوائي، تمام؟ فهي قيمة الواي زي ما انت شايف بهذا الشكل، تمام؟ بدي اشوف هل في علاقة ارتباط بين الاكس والواي ولا لا. طبعا انا اصطنعت هذا الاشي، يعني اذا انت بتلاحظ انه بالواي انا دخلت المتغير اكس، تمام؟ والترم اللي انا دخلت فيه المتغير اكس هو عبارة عن ايش؟ ضرب 2 ضرب اكس. معنى ذلك انه بشكل طبيعي كل ما يزيد هذا بيزيد هذا، وعندك التو تيرمز هدول انه هيو 5 كونستانت، تمام؟ وهنا انت عندك عبارة عن راندوم انتجر وبلس، تمام؟ فبالتالي رح تطلع علاقة، شو بتتوقع؟ رح تطلع علاقة طردية بالضبط، تمام؟ ف شايفين الألوان؟ ايش في المصفوفة هذه عادة؟ انا رسم لك اياها هنا لمتغيرين، تمام؟ عادة انه بيتم رسمها لكل المتغيرات انت عندك في داتا سيت، حنشوف هذا الكلام كيف ممكن نعمله بالباندا. هاي انت عندك الاكس، في عندك الاكس والواي، وهنا الاكس والواي. ايش بتلاحظ انه هذه السيل ايش بتمثل؟ علاقة الارتباط بين مين ومين؟ اكس واكس، عشان هيك حاططها واحد، تغيره نفسه دائما. وهنا واي وواي، تمام؟ الاكس والواي اللي هي هاي واللي هي هاي، قديش قيمة الكوريليشن بيناتهم؟ 98، عالية جدا، علاقة طردية بالضبط. هي احنا بنرسم الهيت ماب، تمام؟ ودرجة درجة اللون بتعتمد على مقدار القيمة، قيمة الكوريليشن. ناخذ مثال، في انا عندي بيانات، هاي اسماء موظفين، تمام؟ هاي الاعمار
هاي سنوات الخبرة تبعتهم، 30 سنة، 21، 19، 10، وهنا الراتب. هل في علاقة ارتباط بين الراتب وسنوات الخبرة؟ هل كل ما زادت سنوات الخبرة بيزيد الراتب بناء على البيانات؟ نعم، يعني اللي عندها خبرة 30 سنة راتبها 120 ألف راتب السنوي، تمام؟ اللي 21 سنة 105 ألف، ال 19 سنة 90 ألف، والعشر سنين خبرة 82 ألف. تمام؟ كلها مصروفة على العقارات وعلى على الإيجارات وعلى الشيء اسمه. لا بال تمام؟ غير انت كيف بدك تطلع دالة الكوريليشن؟ انا رسمت لك هنا الهيت ماب، تمام؟ لاحظ انه عندك هنا انه هنا الماتريكس بتساوي ان بي كوريليشن كوفيشنت، تمام؟ وهنا انا طلبت منه انه هو يعمل لي راوند للديسيمال بوينتس انه 2 بعد الفاصلة العشرية، فبالتالي انه هي عملت لك اياها هذه المصفوفة عشان تشوفها بشكل منفصل. هنا هي الكوريليشن كوفيشنت بس لبيانات جديدة، اكس جديدة وواي جديدة، هي الكوريليشن بيناتهم. فهنا بتلاحظ واحد وواحد اللي هو علاقة الاكس مع الاكس والواي مع الواي، وهنا علاقة الاكس مع الواي 75، وهنا نفس القيمة حتلاقيها، فبالتالي هاي الكوريليشن بهذا الشكل، تمام؟ طبعا الكوريليشن في عندك أكثر من كوريليشن كوفيشنت، في عندك البيرسون، وفي عندك البيرسون مان، وفي عندك الكندل كوريليشن، تمام؟ طبعا المكتبات بتوفر لك انه انت تحدد ايش الكوريليشن كوفيشنت اللي بدك اياه. يعني في داله الساي بي في الستات، الباكج تبعت الستات، في عندك انه انت ممكن تجيب البيرسون كوريليشن بين الاكس والواي. لاحظ قديش انت عندك طلعت القيمه 75، تمام؟ كنا حاسبينها هنا برضه 75، هو باي ديفولت بيحسب لك اياها او بيعطي لك البيرسون كوريليشن. كيف؟ صحيح، هاي السبيرمان الكوريليشن انت عندك 97، كل واحد له معادله. صحيح، يعني في بعض يعني الاحيان انه انت بتكون يعني الشائع استخدامه البيرسون، تمام؟ في بعض الاحيان ممكن يقول لك انه احنا لا بدنا نستخدم كوريليشن كوفيشنت مخصوص لهذه البيانات. يعني على سبيل المثال لاحظ انه الرقم الثاني هنا هو عباره عن البي فاليو، هيو حكي لك عنه البي فاليو. كل ما كانت البي فاليو اقل، كل ما كانت انه في نويز اقل من البيانات. معنى ذلك، بمعنى بعباره اخرى، انه نسبه التشانس او الصدفه انه تلعب، كل ما يزيد هذا بيزيد هذا، او كل ما يقل هذا بيقل هذا. لما تكون البي فاليو قليله بتكون انه ما فيش صدف على الاطلاق، فعشان هيك انت بتلاقي انت عندك هنا القيمه انه 0.001 بهذا الشكل. فكل ما كانت قليله بيكون انه افضل. اذا كانت قيمه البي فاليو عاليه، معنى ذلك انه في شويه تشنيص ان صح التعبير في الكوريليشن بين هدول المتغيرات، انه صدفت انه هم ما فيش علاقه ارتباط بيناتهم، بس ايش صدفت؟ انه لما ارتفع هذا بارتفع هذا. ايش اضرب لك مثال على هذه الشغله؟ المثال على هذه الشغله اللي هو الايس كريم وحالات الغرق. في فصل الصيف بيكتر الطلب على الايس كريم، صح؟ وبرضه بتكتر السباحه في البحر، صح؟ اذا كثرت السباحه معنى ذلك انه عدد حالات الغرق تكتر. فبيجي واحد شاطر بيقول انه والله الايس كريم بيؤدي للغرق. هل هذا الكوريليشن مظبوط؟ لا، مش صحيح، تمام؟ لانه انت عندك باي تشانس صدفت انه انت عندك هدول الاثنين انه مسببات تبعتهم، يعني الموسم تبعهم اجوا الاثنين مع بعض، لكن المسبب تبعهم مش انه كل ما ارتفعت هذا بترتفع هذا.
ما لهم علاقة ببعض، ما لهم علاقة ببعض. كيف؟ قيمة البي؟ نعم. ما هو بروح بحسب، هو بروح بحسب انت عندك في في في, في الداتا فريم، مش انت في عندك هاي العمود هذا وهي العمود هذا، مش كل قيمة معك بالها، بشوف العمود يعني القيمة هذه لما هذه كانت هالقد هذه بتكون هالقد، هذه لما كانت هالقد بتكون هالقد، بشوف انه هذه ارتفعت بمقدار مثلا 2%، هذه بمقدار قديش انه هي بترتفع، تمام؟ فممكن انه هو يشوف قديش الارتفاع يعني كيف اقول لك انه ممكن انه تكون البي من البيانات نفسها، من البيانات نفسها فعلا، انه انت ممكن قيمة البي فاليو انه هي بتطلع لك انه مش ارتفاع هذا بيؤدي لارتفاع هذا، لانه ممكن يكون انت عندك على سبيل المثال كيف؟ كيف يعني هيك صار كورليشن؟ لا انا بقصد انه الحالات على مستوى الصفوف، على مستوى الصفوف، انه هو بشوف يعني على سبيل المثال انه يعني ممكن انه هي تصدف انت عندك على سبيل المثال كمية الاستهلاك تبع الايس كريم كل يوم، تمام؟ اذا شفنا الاسعار تبعت القهوة حطيتها كتاريخ، تمام؟ فبدي يكون في عندك هنا عمود للتاريخ، وبدي يكون في عندك عمود لاستهلاك الايس كريم وعمود لحالات الغرق، تمام؟ فانت ايش بتلاقي؟ بتلاقي انه الايس كريم الاستهلاك تبعه يعني في خلال فترة الصيف انه طول الايام برتم معين، ممكن يزداد شويه في الويك اند بسبب انه الناس قاعده انه هي اجازه، لكن طالما انه الدنيا حر حتلاقي انه في استهلاك على الايس كريم، خاصه انه في عندك اجازه مدرسيه، وانه اللي بيستهلكوا الايس كريم هم في الغالب انه الصغار، فبالتالي الاستهلاك تبعه على طول الاسبوع. بينما ممكن انه انت تلاقي انه حالات الغرق ممكن انه هي بتكتر في الويكند، الايام العاديه لا ما فيش حالات غرق لانه الناس ما بتروحش على البحر غير في الويكند مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انت لو اطلعت انه كل ما زاد هذا بيزيد هذا، اي نعم في كوريليشن، ولكن الكوريليشن هذا للتشانس تبعته البي فاليو راح تطلع عاليه بسبب انه توزيعه البيانات زي هيك، يعني هاي اللي انا بقصد فيه في توزيعة البيانات، انه صدفت انه في ارتفاع هنا وفي ارتفاع هنا، اي نعم في ارتفاع هنا وفي ارتفاع هنا، لكن النمط تبعهم مش نفس الاشي، المسببات لو انا اخذت متغيرات تانية انه مش نفس المسببات. يعني افترض مثلا في حالات الغرق مثلا كان كثير والايس كريم كان قليل، فصار هيك يعني ليش؟ بيكون ايش اللي بده يقلل؟ ايش اللي بده يقلل الايس يعني كريم يوم كان في الخميس؟ مقدار زيادة في أي مرة بده يكون لن متغير، تمام. كيف شايف النمطية إنه لا اذا كان انت عندك في كل الايام انت يعني في عندك كوريليشن، يعني انه في عندك زيادة في التنين، ممكن يكون في زيادة في التنين، بس اللي بدي أوصل لك إياه إنه ك ك ك كفاليوز كنمبرز يعني راح يكون هنا في زيادة لكن وهنا في زيادة، هل الزيادة تبعت هذه بتأدي للزيادة تبعت هذه؟ ليش؟ إيه وين الكوريليشن؟ يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال أسعار المحروقات، أسعار الوقود ارتفعت، آيس كريم بيرتفع؟ ليش لا؟ مش آيس كريم نحتاج ننقله؟ فارتفاع هذا بيؤدي لارتفاع هذا، سعر النقل ارتفع فبالتالي الأسعار زادت.
تمام. فبالتالي انه يعني الزياده بمقدار معين في اسعار الوقود بيؤدي لزياده معينه في اسعار الايس كريم، لكن الزياده المعينه في اسعار في استهلاك الايس كريم ما انها اي علاقه على الاطلاق. صحيح نعم هنا في زياده وفي حالات الغرق في زياده، بس المقدار المعين في الزياده في حالات في استهلاك الايس كريم ما بيؤدي بالمره على الاطلاق لزياده معينه في حالات الغرق. مش مرتبطين مع، ما فيش ارتباط خالص. نعم الارتباط انه هذا بيزيد هذا بيزيد، قلت اسعار الوقود معنى ذلك انه اسعار الايس كريم انه هي حتقل بسبب انه النقليات يعني صار انه ارخص، فبالتالي انه نقل البضاعه البضاعه بيصير انه هو ارخص مثلا على سبيل المثال. فليش ليش ليش البضاعه كلها حاليا لقيت غليت واحنا ما إلنا دخل وإلنا دعوة في أي حاجة؟ أسعار النقل بالبواخر عالميا ارتفع بشكل كتير كبير لأن الوقود عالميا ارتفع. كل واحد بيجي بيقول لك لا والله يعني البضاعة اجت علينا غالية بسبب انه تكلفة النقل صارت انه هي اغلى، فبالتالي انه في علاقة. واضح شو معنات انه الزيادة المعينة في حاجة ما بتأديش لزيادة معينة، ممكن يكون في زيادة مش بس مش بزيادة معينة، لكن لما يعني هاي معنات الكوريليشن. ازدادت أسعار الوقود بنسبة 50%، قديش ممكن تزيد أسعار المنتجات مثلا؟ 25% 23% 5 بتزيد، بس مش بنفس النسبة، بس زيادة معينة بتأدي لزيادة معينة. هنا ليش؟ لأنه في ارتباط، هذه بتعتمد على هاي. لكن انه ايس كريم وحالات الغرق، اي نعم في زياده هنا وزياده هنا، بس زياده استهلاك الايس كريم ما بيؤدي لزياده الغرق. يعني ممكن الاثنين يزيدوا، بس زياده استهلاك افترض انه يعني اليوم اجى انه والله صار في اجازه وخلص بدنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نروح يعني صار في استهلاك على الايس كريم بشكل كتير كبير، هلا حيؤدي انه حالات الغرق انه هي تزيد؟ لا. تمام، فهي البيرسون كوريليشن، هي المعادلات تبعته. تمام، هو فعليا انه بقيس قديش مقدار الاكس اي، قديش الفرق بينه وبين المين، وهي الشرح تبعه زي ما حكيت انه اذا كان ايكوال تو واحد ايش المعنى تبعه. هي وثقتك لك اياه هنا بشكل انه هو افضل. فنرجع هنا، فاتفقنا انه باي ديفولت ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك البيرسون كوريليشن. في عندك السبيرمان كوريليشن من دالة من مكتبة السايب سي باي، في عندك بتستدعي هذه البيرسون، وفي عندك الكندل كوريليشن، هيو بتعرضه زي هيك كل واحدة في لها بي فاليو مختلفة. تمام، هاجيت هذا الكلام في البانداز برضو موجود. فأنت عندك هنا في عندي سيريز للإكس وسيريز للواي لأنه هي عبارة عن one dimensional data، فممكن أنه أقول الإكس correlation الواي جاب لي إياها، أو واي correlation الإكس يفترض أنه هي تطلع زي ما هي. تمام، أو ممكن أنه أنا أقول إكس correlation الواي بس أحكي له أنه هنا الميثود أنا بدي إياها مش الديفولت اللي هو البيرسون، أقول له السبيرمان مثلا على سبيل المثال، او الكندل كوريليشن بجيب القيم تبعتها بهذا الشكل. طيب هجيت هنا، انا في عندي ثلاث متغيرات زي ما انت شايف هنا في الماتريكس. تمام، برسم انا عندي بجيب داله الكوريليشن كوفيشنت، طبعا هذا بيرسون، وداله والهيت ماب برسمها بهذا الشكل. تمام، فبتلاحظ انه الالوان انت عندك، فبالتالي ايش بيطلع لك هنا؟ سبيكترم، طيف الوان. انت عندك هنا ماينس واحد اللون تبعه انه بيكون فاتح بهذه الدرجه، كل ما زاد انت عندك درجه اللون، كل ما زاد انت عندك انه كان الكوريليشن انت عندك يعني كان باتجاه النيجاتيف. تمام، فبتلاحظ انه انت عندك هنا الواحد اللي هو الاكس مع الاكس
تمام؟ الاكس مع الواي هي 76، درجة اللون هذا أقل من درجة اللون هذا، معنى ذلك أن الكورليشن تبعه أقل، هي معناته الهيت ماب أنه أنت ممكن تعرضها بهذا الشكل. فممكن أنه أنت تسوي هذا الكلام أنت عندك في البانداز، أنه أنت تعمل يعني الكورليشن هيت ماب. فخليني أورجي لك مثال نختم فيه. واي بتساوي اكس تربيع. تزايدية. لا مش واحد، واحد بيكون خط زي هيك. اما هذه انه بيكون مثلا ممكن يكون 78 حاجة زي هيك يعني بهذا الشكل. يعني هاي انت عندك داتا سيت هنا بهذا الشكل. هاي الداتا سيت، تمام؟ فبالتالي انت في عندك ممكن انه انت تعرض الداتا فريم هذا الدي اف تبعك، تقول له كوريليشن. ايش بروح بيسوي؟ بروح بيعمل لك ماتريكس، بجيب لك الاعمده كلهم زي هيك بحط لك اياهم، وبجيب لك الاعمده برضه بحط لك اياهم فوق بهذا الشكل. ايش بتلاحظ ان الدياجونال هذا، تمام؟ هيو هنا الاوفر اول كوال مع الاوفر اول كوال الكوريليشن واحد، التوتال اس اف مع التوتال اس اف كورليشن واحد. فبتلاحظ انه الدياجونال هذا كله وحايد 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 بهذا الشكل. هيك هنا القيمه اللي هنا هو عباره عن كورليشن بين الير ريموند اد وهنا مع الاوفر كوال مثلا بهذا الشكل. هذا الكلام انه انت ممكن تستخدم مكتبه السي بورن في الفيجواليزيشن وتقول له انه ارسم لي الهيت ماب للكوريليشن. فايش بروح بعمل لك؟ بعمل لك اياها كطيف الوان زي هيك، هي بحط لك اعلى قيمه انت عندك واحد واقل قيمه انت عندك ماينس 0.6. بروح برسم لك الاعمده مع الاعمده، كل ما كان انت عندك اللون داكن اكثر معنى ذلك انه في عندك نيجاتيف كوريليشن، كل ما كان انت عندك اللون فاتح اكثر معنى ذلك انه في عندك بوزيتيف كوريليشن. لاحظ انه الدياجونال هذا كله وحايد زي هيك. فانت عندك المنطقه هذه كلها، هذه عباره عن بوزيتيف كوريليشن، هذه كلها بوزيتيف كوريليشن. وين في نيجاتيف كوريليشن؟ هذه مع هذه بالضبط، تمام؟ فبالتالي انه هذه مع هذول الثلاث اعمده مع هدول الأعمدة كلهم، هذه عبارة عن negative correlation، كل اللون تبعها داكن بهذا الشكل، تمام؟ فأي data set ممكن إن أنت تشوف الهيت ماب تبعتها، هذه أوضح يعني، يعني شكلها أفضل بهذا الشكل، لأنه يعني حط لك القيم جوا هنا، لاحظ الوحايد هي هم محطوطات بهذا الشكل، تمام؟ وبتلاحظ زي ما حكيت لك إنه هدول الثلاث أعمدة انه الكوريليشن تبعهم نيجاتيف. ايش يعني نيجاتيف؟ كل ما يزيد هدول الاعمده كل ما قل هدول القيم. هيك بيساعدك فعلا في فهم البيانات بشكل اكثر، وانه انت تعرف شو علاقه هذا مع هذا. هل كل ما زاد عمر الكاستمر مثلا هل بيزيد الانفاق تبعه، هل بيقل الاستهلاك تبع المنتج تبعي؟ فانت بتقدر انه انت تحلل هذا الكلام كله وتطلع بنوليدج انه ممكن تكون مفيده وتتخذ قرارات معينه باستخدام الهيت ماب، تمام؟ هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم، يعطيكم العافية.